مي يا زلمة، المي يقطعوها الناس، هذه حال إنسانية. المي يقطعوها الناس، ليش يقطعوها؟ ليش؟ يخرب بيتك وبيت يا البعث، حسبي الله عليك. قوات الاحتلال تقوم بتقطيع انابيب المياه الى قطع صغيرها لصدرك. بدهم كذب هذول، بدهم سلام هذول، كذابين كذابين اليهود هذول، ما بدهم سلام، دوم السلام مع الناس مرة. الله يجيب لك إياها يا البعيد، الله يجيب لك إياها بقلبك وقادك.